كشف وزير السياحة والتهيئة الإقليمية والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري كشف عن فتح 4 مسالك سياحية بتمنراست كانت محرمة على الأجانب لسنوات بسبب الأوضاع الأمنية آنذاك. الوزير دعا القائمين على السياحة بتمنراست ووالي الولاية خلال لقائه بالقائمين على القطاع السياحي، دعا إلى إعادة تهيئة منطقة الإسكروم لاستقطاب السياح الأجانب باعتبارها إحدى الوجهات المفضلة لديهم. ميكروفون مدينة بشيري. 4 مسالك تم فتحها، الثالث مفتوح على 50%، ولكن أعتقد أننا سنمضي في هذا الإطار وسنطلب المزيد من المصالح الأمن قصد إعادة الروح لهذه الولاية، إعادة النشاط إلى ما كان عليه أو أكثر السواح عبر العالم. اللي يجي ويقول لك الايس كريم ماهيش مخدومه مليح، ما كانش المرافق، ما كانش مرافق الايواء، لازم نقوم بتدارك هذا العجز في اقرب الاوقات. وزير السياحه والتهيئه العمرانيه والصناعه التقليديه تاسف لتوجه 4 ملايين جزائري الى الخارج بغرض السياحه بسبب الركود الكبير الذي يهدد القطاع. وسنويا اكثر من 4 ملايين سائح عبر العالم، وتتصورون معي ذلك الغلاف المالي بالعملة الصعبة المعتبر الذي يذهب هكذا ولا تستفيد منه الخزينة العامة للبلاد. إذا نأمل على أن يكون التنسيق بين كل المتعاملين، أكانوا في الشمال أم في الجنوب نتاع البلاد، يجب أن يكون هذا التكامل ويكون هذا التعاون لنجعل من السائح الجزائري أن يهتم أكثر بهذه المناطق الخلابة التي تسحر الناظر بجمالها.